شكرا دكتور أحمد فنيس على هذه الملاحظات المركزة والدقيقة، وحاول الحقيقة مشكور، حاول يرفع مستوى النقاش، والمستوى رفع مستوى النقاش سيعود حتما إيجابيا على الملف تاع التأهيل وعلى الطلب، فمشكور. أشكره أيضا على هذه الملاحظات التي أسميها هي ملاحظات في الحقيقة عبارة عن استفزازات علمية محببة، هو مشكور في ذلك، وإن شاء الله ننتظر الردود نتاع والإجابات نتاع الكلمة الآن للأستاذة المحترمة الأستاذة إيلام فاضل، تتفضل. شكرا أستاذي الفاضل. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، مسرورة أنا جدا بتواجدي ضمن هذه اللجنة المغقرة برئاسة من أعتبره قدوتي ومثلي الأعلى الأستاذ الدكتور لحرش عبد الرحمن. أنا فخورة جدا أستاذي أنني كنت يوما أحد طلبتك في مستوى الليسانس، بالضبط يا أستاذي مقياسين المجتمع الدولي ومقياس القانون الدولي الخاص، ترسخت في ذهني حقيقة طريقة الإلقاء المميزة والمعاملة الطيبة للطلبة، لهذا قلت فأنت بالنسبة إلي قدوتي، لم تبخل علينا يوما بمعلومة ولا بنصيحة، فأتقدم إليك بكل عبارات الشكر والتقدير والاحترام، وأدعو الله عز وجل أن يديم عليك الصحة والعافية. كما أتوجه بالشكر وعفوا كما أنني سعيدة بتواجدي إلى جانب زميلي في الدراسة الدكتور المحترم فنيدس أحمد، وكذلك أختي وزميلتي الدكتورة سامية العايب. كما أحيي أيضا الدكتور المترشح عبد الرحمن فطناسي، وأثني عليه لأنه كان يوما من الأيام أحد طلبتي في مستوى الليسانس في مقياس العقود، وكان طالبا مجتهدا متميزا ذو أخلاق عالية، هذا التميز قد ترجمه في نجاحاته في إكمال دراساته لما بعد التدرج وحصوله على درجة الماجستير والدكتوراه، وهو اليوم يناقش أمامنا ملف تأهيله الجامعي. كما أحيي أيضا الحضور الكريم من زملاء الأساتذة أهل المترشح، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالرجوع لهذا الملف، أنا لم أطيل بالنسبة لهذا الملف التأهيل الجامعي، فزميلي قد سبقاني بالنسبة استيفائه للشروط الشكلية، يعني مدام وصلينا للمرحلة هذه الثانية فإنه قد سبقتنا مرحلة أسبق، هي مرحلة القراءة، ويعني بدليل أنه استوفى حقيقة الشروط الشكلية. الملف متكون من جزئين، ملف القبول وملف الترشح. نقدر نقول أنه فيه ملف علمي وملف إداري وملف بيداغوجي. أنا سأركز على الملف العلمي، كما قال الأستاذ فنيدس، يعني لما أركز على هذا الملف العلمي اللي هو يعكس رصيدك العلمي وما سأبديه من ملاحظات، فهذا الهدف منها والمقصود منها هو إطراء وفتح باب المناقشة، يعني كما قال الأستاذ المحترم الدكتور لحرش، هو الرفع من مستوى هذا الملف. بدءا بالمقال العلمي، نبدأ بالمقال العلمي. المقال منشور في مجلة مصنفة، مجلة دولية، هي مجلة جزائرية للعلوم القانونية السياسية والاقتصادية. أنا نثم الموضوع جدير بالدراسة لأنه موضوع الساعة حقيقة، لأنه إحنا كل مرة جينا الانتخابات دائما المجتمع المدني يشكك، يعني كل طبقات المجتمع تشكك في نزاهة الانتخابات، إذا دائما هو أنه نبحث على آلية الفعالة من أجل تجسيد وضمان نزاهة العملية الانتخابية. إذا مشكور على الموضوع، فالموضوع لا يمكن اعتباره موضوع مستهلك، فهو موضوع دائما يمكن تجديده، وبدليل أنه كل مرة
يتم صدور نص يا نص دستوري أو نص تشريعي أو غير ذلك من أجل تنظيمه. لكن أنا لدي بعض الملاحظات. نبدأ الملاحظات بالنسبة للعنوان. إحنا نعرف كلنا باللي العنوان من خصائص العنوان أنه يكون فيه ثلاث شروط، هي الدقة، الإيجاز، والإيحاء. إذا أنا كي نطبق هذه الخصائص على العنوان أجد أن العنوان متكون من جملتين، يعني بدليل أنه فيه جملتين، يعني العنوان نوعا ما العنوان ما هوش مضبوط بدقة. والسبب راجع لماذا؟ لأنه أنت درستي ولا عالجتي الموضوع من زوايا متعددة متنوعة، الموضوع راه شاسع. هذا الموضوع اللي اخترتيه كما قال هذا يصلح لأن يكون موضوع مذكرة، نقدر نقول لك يكون موضوع أطروحة الدكتوراه. لا يمكن في عدد قليل من الصفحات اللي دائما المجلات تلزمنا بعدد 20 صفحة إني راح نلم بكل جزئيات وتفاصيل والإشكاليات المهمة اللي يثيرها الموضوع. دونك لهنا أنا نقول لو كان أفضل، يعني أنا في تقديري الخاص أنه خيرتي آلية من آليات الرقابة، قال دور الرقابة الدستورية أو الرقابة القضائية أو الرقابة الإدارية في تجسيد هذا الديمقراطية وضمان العملية أو نزاهة العملية الانتخابية، لأنه حتى العملية الانتخابية كبيرة كما كنت تتكلم قبل، راهي تبدأ من عملية استدعاء الهيئة الناخبة وصولا إلى غاية الإعلان النهائي للنتائج. يعني هذه المراحل الكل راح تتخللها طعون، دونك ما نقدرش نغطي المسألة أو الموضوع كاملا. بدليل أنا نعطيك الدليل، في المقال نتاعك لقيت المبحث الاول فيه 8 صفحات اللي اعطيتيها كل الرقابه الدستوريه وثلاث صفحات تناولتيها في ثلاث آليات، دونك حتى وقع لك خلل في عدد الصفحات، يعني ما اعطيتيش الموضوع حقه في التحليل والشرح بإلمام بكل جزئياته. هذا بالنسبه لتقديري انا الخاص. نجي مباشره للصفحة 161، تقول ما دفع إذا عندي واحد الملاحظة، تقول مرة المشرع الجزائري ومرة تقول المؤسس الدستوري. إذا احنا نقول المؤسس الدستوري لما يتعلق الأمر بالدستور بالنصوص الدستورية، المشرع لما يتعلق الأمر بالنصوص التشريعية، والمنظم لما يتعلق الأمر بالتشريع الفرعي. إذا كثير من حتى في المطبوع نجد أنك تعمم المشرع الجزائري سواء كان نصا دستوريا او نصا تنظيميا او نصا قانونيا. نجي للاشكاليه، ما مدى فاعليه الرقابه على الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه في تكريس مبدا الديمقراطيه الحقيقيه وضمان نزاهه العمليه الانتخابيه؟ اشكاليه جاوبت عليها في العنوان، لانه ما دور فعالية الرقابة؟ قلت لنا في العنوان الرقابة لها دور في تجسيد وضمان الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية، يعني الرقابة راهي اوتوماتيكمون واش تؤدي إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتجسيد النظام الديمقراطي. إذا أعتقد أن الإشكالية هنا ماهيش مضبوطة بدقة. نجي للمبحث الأول معنون بأهمية الرقابة الدستورية. تجي المطلب الأول تقول لي الحجية المطلقة لقرارات المجلس الدستوري. الحجية لا تندرج ضمن الأهمية، لأنه كي نقول الحجية المطلقة فهنا نتعرض للآثار القانونية المترتبة على قرار المجلس الدستوري. إذا هناك فرق ما بين الآثار القانونية وما بين الرقابة أو أهمية الرقابة الدستورية. إذا أنت ما بينتلناش الأهمية العملية، الأهمية الفعلية في تجسيد وتحقيق الديمقراطية. هذا بالنسبة هذا على العموم، يعني في رأيي أنا. نجي للاقتراحات، قلتي بأنه يجب إقرار إمكانية الطعن القضائي ضد قرارات المجلس الدستوري، اقتراح جيد، ولكن لم تبين لنا وش طبيعة الطعن القضائي هذا. درك احنا كنقولوا طعن قضائي، احنا واش نعرفوا؟
احنا كاينه الطعون بالالغاء اذا كان هذا المجلس الدستوري، نحدد الطبيعه القانونيه نتاعو. ما هو؟ ما هو المجلس الدستوري؟ اذا ثم نحدد طبيعه الاعمال القانونيه التي تصدر عنه. فلما نقول هنا هل هو طعن بالالغاء ولا طعن بالنقض؟ هنا يمكن اعتباره ضمن الاقضيه المتخصصه. دونك اعطيتي لنا اقتراح، ولكن الاقتراح كان واسع، ما ضبطناش الاليه، آلية الطعن القضائي. نجي بعجالة للمطبوعة. أنا اطلعت على المطبوعة وأنا سبقتك في تدريس مقياس القانون الإداري لسنوات. إذا حقيقة المطبوعة مساغة بطريقة جيدة، يعني لغة قانونية، لغة سليمة خالية من الأخطاء اللغوية، كان هناك فيه تناسق، كانت هناك سلاسة في الانتقال ما بين الفقرات ما بين الأجزاء. أنا نقول لك باللي يمكن اعتباره مرجع إضافي يمكن للطلبة الاستعانة به في إعداد بحوثهم الدراسية ولما لا إعداد مذكراتهم. ولكن تبقى فيه أيضا بعض الملاحظات على الرغم من أن هذه المطبوعة قد حكمت. نجي في الصفحة 4. في الصفحة 4 تقول باللي العقود الإدارية قد خصص لها المشرع الجزائري، وكان هنا هو منظم، خصص لها قانونا مستقلا. هذا القانون راه مش قانون تنظيم الصفقات العمومية، قانون تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. وتفويضات المرفق العام تقنية جديدة أدرجها المشرع الجزائري في سنة 2015. يعني كي نفهم احنا من الفقرة وكأنه القانون اقتصر فقط على الصفقات العمومية، وأين النوع الثاني اللي يحتسب لصالح المشرع اليوم؟ إنه اعتمدنا تقنية جديدة ولما لا ربما راح تعود بالفاعلية. احنا نحوس دائما على النجاعة في تسيير المرافق العمومية. نجي للصفحة 7. في الصفحة 7 كاين الأستاذ أحمد فنيدس أعطانا معلومات كثيرة حول قرار محكمة التنازع الفرنسية، وكان هنا حنقول خطأ، وقع لك خطأ مطبعي. هو القرار صادر في 1873، ماهوش قانون قرار، عفوا قرار 1973. هذا القرار كي نشوفوه ونلقاه في التهميش نتاعو مهمشو على موقع اللي هو ليجي فرانس. هذا سيتان جورنال اوفيسيال. فرنسا في 2004 اعتمدت على النشر الالكتروني. واش تنشر في هذا الموقع؟ تنشر النصوص التشريعيه اللي تنظم يعني ما يهم حياه الاشخاص. لهنا هذا فاش حنقول لك انا هنا تجاوبني، واش علاقه الموقع هذا بقرار محكمه التنازع؟ أنا على حد علمي هذا أنا نعتمد عليه ياسر، الموقع هذا هو متعلق بالقوانين وليس بالقرارات القضائية. والشيء الجميل في هذه المطبوعة أنك معتمد على مرجعين باللغة الفرنسية، والمكتبة تاعنا زاخرة. أنا نعطيك يعني كاين كتب ما شاء الله، كاين غوني شابو، كاين شارل ديباش في ليزانستيتيسيون ادمينستراتيف، وكاين مارتين لومباخ. أنا شخصيا اعتمدت عليهم، يعني معلوماتهم قيمة. إذا ربما هنا خطأ أو سهو. أيضا في الصفحة 8 اعتمد على موقع، هذا الموقع مكتوب فيه سيونس جوريديك المنتدى. دونك هذا جاي من المنتديات. هنا أنا نقول هذا رأيي أنا في المذكرات، نفرض على الطلبة ما يعتمدوش على المواقع تاع المنتديات لأنه ماهوش موقع رسمي. احنا نقول باللي كاينة مواقع رسمية كيما تاع المجلات الاسي جي بي، ولا قال موقع الجريدة الرسمية، ولا موقع الجامعة، ولكن هذا الموقع هو مجهول. دونك هنا ما عرفتش انا هذا الموقع يعني. وهنا في خصائص القانون الاداري، يعني الجزئيه دي كان انك ممكن تعتمد فيها. يعني القانون الاداري راهو نقولوا وجد اقلاما واقلاما كثيره تعالجه. نجي للصفحه 20. تكلمتي على ازمه المرفق العام، وهي أزمة صح حقيقة وقعت في فرنسا على إثر نشوء ما يسمى بالمرافق الاقتصادية وتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية. نجم عليها نشوء هذا النوع الجديد،
فأصبح المرفق العام لا يصلح كمعيار أو أساس لتطبيق القانون الإداري. الأزمة هنا تكلمتي غير على الشق الأول اللي هي نشأة المرافق الاقتصادية. الأزمة الحقيقية أنه الدولة نازلت على المرفق العام للخواص، يعني ولا مرفق يسير من قبل الخواص. هنا الأزمة الكبيرة اللي حدد في المرفق العام. هذه مادام مطبوعة موجهة للطلبة، نحاول في بعض الأحيان ننوسع، يعني وإن كان راهم طلبة سنة أولى. يعني الملاحظات أحاول أن أختصر. نجي للصفحة 62. السلطة تتكلم على صلاحيات رئيس الجمهورية في المجال الإداري، له العديد من الصلاحيات، فعلا الحفاظ على أمن الدولة وممارسة السلطة التنظيمية وسلطة التعيين. كان بودي لما تناولتي السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية وتناولتيها في السلطة، أيضا تناولتي السلطة التنظيمية للوزير الأول، أنه فرقتي ما بين السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية والسلطة التنظيمية للوزير الأول، لأنه كثير يخلط بين المفهومين. دونك رئيس الجمهورية لما يمارس السلطة التنظيمية فله سلطة مستقلة تماما عن ميدان واختصاص القانون، فسلطته أوسع، ولكن بالنسبة للسلطة التنظيمية لوزير الأول هي سلطة تابعة. تابعة لماذا؟ تابعة لاختصاص، نقدر نقول تابعة للبرلمان لأنه ينفذ القوانين، يشرح كيفية تطبيقها، وتابعة أيضا للمراسم الرئاسية، هو رئيس الجمهورية أيضا سلطة تنظيمية. إذا لابد للإشارة لهنا، يعني للإثراء المطبوعة، أن نميز حتى الطالب يستطيع أن يميز بين هاته المفاهيم. مباشرة نروح للخاتمة في الفقرة ما قبل الأخيرة. تقول من خلال ما تقدم وتطبيقا لذلك على مستوى الجهاز الإداري في الجزائر، يتبين أن هذه الأخيرة تبنت منذ دستور 96 ازدواجية القانون والقضاء، معتمدة في ذلك على المفهوم الضيق للقانون الإداري. دونك أنا واش فهمت، ما نعرف الفهم تاعي هذا صحيح ولا خاطئ، فهمت باللي احنا طبقنا القانون الإداري بالمفهوم الضيق بدءا من دستور 96. إذا ما هو الوضع قبل دستور 96؟ هل احنا قلنا ما دام ما كرسناش الازدواجية القضائية، معنى ذلك أنه ما عندناش قانون إداري بالمفهوم الضيق؟ يعني واش فهمت في الفقرة هذه باللي القانون الإداري كمفهوم تقني ظهر بعد تكريس الازدواجية القضائية؟ لأنه حقيقة في فرنسا القضاء ظهر باش القانون العملية معكوسة، ظهر القضاء الإداري باش ظهر القانون الإداري. وأنا نقول للأستاذ أحمد فنيدس أن يبقى القانون الإداري قانون قضائي بامتياز، لا يمكن اعتباره قانون تشريع، حتى ولو قننا العديد من الظواهر الإدارية يبقى هذا قانون قضائي، لأن الظاهرة الإدارية متغيرة متطورة وما يمكنش للتشريع أنه راح ينظمها. إذا يبقى هذا القانون قانون قضائي. هذه بالنسبة للمطبوعة. فيه مداخلات أيضا في ملتقيات وطنية. لفت انتباهي برك أدرجت دعوات في الملف. هل هاد ولات من الشروط؟ يعني من المفروض تكفي شهادة المشاركة مع البرنامج. دونك أنا يعني أعتقد أنه لا داعي للذكر ولا إدراج هذه الدعوة. الملاحظ أنا قبل ما نجي للمداخلات نلقى الأستاذ يعني كان لقى مداخلة في 2013 في المركز الجامعي لطمن راس. من 2013 حتى 2019 باش نلقاو من بعد مداخلات، نحس انه الاستاذ راهو كان في ركود من 2013 ل 2019، راهي مده 6 سنوات كامله. اذا انا اسال اين هو الاستاذ فطناسي؟ هل هو غرق في انجاز الاطروحه ام اخذت منك كل هذا الوقت؟ هذه ولا الاعباء البداغوجيه. نعم المداخلات ايضا، وانا نشاطر الاستاذه الفاضله ساميه العيب حينما قالت ما نبقاوش متقوقعين في جامعه قالمه،
إذا الأفضل لينا إحنا، يعني هذه نصيحة مش لك أنت، حتى لنفسي أنا، إذا هو كل ما ينشط الأستاذ خارج الجامعة، كل ما يكون فيه إثراء لرصيده المعرفي، كل ما يكون احتكاك بأساتذة آخرين، كل ما يكون تعريف أيضا لجامعتنا. أنا نفرح كي نلقى في برنامج ملتقى أستاذ يمدل جامعة قالمة، يعني هذه للإشارة. عندي سؤال في المداخلة بالنسبة للتجارة الإلكترونية اللي هو اليوم موضوع الساعة، أنت شاركتي فيها بمداخلة، نقول لك سؤال يتبادر كلنا لدهنا، وش تأثير فيروس كورونا المستجد على التجارة الإلكترونية في الجزائر؟ التأثير هذا تاع الفيروس، وهذا نقول اللهم يرفع عنا هذا الوباء، هل التأثير هذا إيجابي أم تأثير سلبي؟ حدد لي التأثير لهذا الفيروس على واقع التجارة الإلكترونية. عندي أيضا ملاحظة نسيتها في المطبوعة، مانيش ممنهجة اليوم، وش الصعوبات التي واجهتك في تدريس مقياس القانون الإداري؟ ما هي أهم الصعوبات؟ أنا حابة نعرفها، لأني أنا درست 7 سنوات القانون الإداري، يعني أنا حبيت نتبادل معك التجربة ونشوف هل أستاذ لقيتي سهولة أم المشكلة عندي أنا فقط. قبل ما أحيل الكلمة للأستاذ الفاضل، فيه جوانب أيضا مشرقة في هذا الملف، أنه الأستاذ ينتمي لمخبر الدراسات القانونية والبيئية، أستاذ أيضا ينتمي لمشروع بحثي، ونقول هنا ما هي الأفاق اللي راح تنتظرها من هذا المشروع؟ أنا نطرح لك سؤال، ما هي الأفاق البحثية التي تنتظرها من هذا المشروع اللي أنت عضو فيه؟ وكاين أيضا إصدارات آخرها لسنة 2020، أنا نبارك لك هذا الإصدار وهذا المولود الجديد، ونبارك للكلية تعنا، ونعم نقول إن شاء الله تكون فيه استفادة للجميع. أكتفي بهذا الملاحظات، ونتمنى ما كنتش ثقيلة على الأستاذ، فهذا ليس معناها انتقاص من قيمتك أو من قيمة الملف، فنحن أمام لجنة للمناقشة، وشكرا سيدي الرئيس. شكرا للأستاذة إلهام على هذه المداخلة والملاحظات القيمة، وزادت أكدت ما قلته من قبل أنها رفعت فعلا المستوى على المناقشة. وبصراحة لما يكون النقاش خاصة من قبل مختصين الفائدة تكون أكثر لنا جميعا، استفدت كثيرا من هذه الملاحظات، والفائدة أيضا تعود إلى المترشح. لا أريد أن أعيد ما ذكره الزملاء المحترمين من ملاحظات، ألخص في كلمة واحدة تعتبر عنوان لمداخلتي المختصرة، أن هذا الملف استوفى كل الشروط الشكلية والموضوعية التي نصت عليها النصوص. الجزء المهم اللي يحاول الأساتذة يركزوا عليه أكثر هو الجزء العلمي، الجانب العلمي، الملف العلمي، أي النشاط العلمي. ومن المتعارف عليه والمعلوم أنه التركيز يتم أكثر في النقاش، وهذا لا يمنع من النقاش في أمور أخرى، التركيز يكون على مناقشة النشاط الذي تم بعد أطروحة الدكتوراه. لا يعني أننا ننفي كل ما قام به، لأن الأستاذ دائما في استمرار، ومنذ نشاطه كأستاذ وتوظيفه وهو له نشاطات عديدة مختلفة. إذا كان المناقشة لهذه الأساتذة، وأنا أضم صوتي إليهم، الحقيقة ما ناشنا في مناقش دكتوراه أعيد وأكرر، رانا راهي مناقشة تاع ملف ماهوش مترشح للدكتوراه، مترشح للتأهيل، وراهي في المستقبل إن شاء الله فيه تفكير أنه راح تكون على مستوى الندوات الجهوية ندوة وطنية جهوية على طريقة أو على غرار الندوة الوطنية للترقية تاع الأساتذة، وتدرس الملف هذا إن شاء الله، وما عادش هذه المناقشة، هذه
هذه واحد، وإن كان نحن هذه فرصة نستفيد منها. إذا كان بعض الملاحظات اللي أعطوها الأساتذة ويسمحوا لي إذا تكلمت باسمهم، ولا أنا التساؤلات ليس لمعرفة مستوى البحث، الملف يشهد على ذلك يؤكد ذلك، وإنما أكثر الاستفادة فقط وإثراء النقاش، هذا هو المقصود. ما نعرف الأستاذ سميث باش نتأكد منك وأكد أنا المترشح، المناقشة تمت في نوفمبر 2018 يوم 4 ولا 17؟ 17 أكتوبر. هي باش لأني أعتقد وجدت فيها 11 نوفمبر 17 بارك الله. إذا راح نركز، هذه فيه جهد كبير بصراحة، وفيه نشاط علمي كبير سواء قبل أو بعد، فيه على مستوى المنشورات العلمية خاصة اللي بعد الأطروحة الدكتوراه، الكتاب تكلمت عليه الأستاذ، أيضا المقال فيه المطبوعة البيداغوجية، فيه ملتقيات، الملتقيات ثلاثة أعتقد بعد الوقت صحيح؟ الأساتذة بعد ركزوا، قال لك الأستاذة سامية والأستاذة إلهام أيضا قال لك باللي راه هذا، وكثير سبقتني الأستاذة سامية حضرت معها في كذا مناسبة وشرف لي كثيرا أنها ذكرت هذه، ذكرت المترشحين، ما لازمش واحد يبقى، ولكن ما ننساش من زاوية أخرى هذا في صالح الجامعة، أو فيها عندك ملتقى بينتم يومين 16، فهذا يحسب للجامعة أكثر مما يحسب لك في راسي، يعني الجامعة ناشطة. وحاجة أخرى هي كاين واحد كما يقولوا قالوا عنده مسجد بحذاه قدام الدار، ومسجد بعيد عليه يروح البعيد ويخلي اللي في الدار اللي قدام الدار، والله أعلم. بالضبط. أي نقاط مختصرة جدا فقط. إذا المطبوعة أيضا مانيش حاب نناقش مطبوعة كعمل أكاديمي متعمق ومتخصص، راهي هذه المطبوعة موجهة إلى طلبة، الأسلوب تاعها رايح بسيط، لازم نراعي أيضا مصلحة الطالب، أن كعود أسلوب بسيط إلى آخره، ما نحسبهاش كما ما نعملهاش كما راه كتاب متخصص أو مقال متخصص أو أطروحة إلى آخره. فلهذا الأساس كانت مقبولة على كل، الخطة تبدو متوازنة، المصادر والمراجع مقبولة عموما، فقد سجل أن عدد المراجع بالكتب باللغة الفرنسية قليل جدا، والدراسة تقتضي، وركزت كثير من مرة على القضاء الفرنسي وحاول تقارن الآخرين، كان مهم جدا أن يكون أكثر من هذا العدد بكتب، ولكن فوجئت أنني لم أجد مقالا متخصصا أيضا يمكن الاستفادة منه. أيضا نرجع للكلام تاع الأستاذ، ما يكون إثراء، أنا سمعت الآن واحترم الرأي المهم جدا، وهذا هو الإثراء. الأستاذ فنيدس يعترض صراحة على اعتبار القانون الإداري ووضع الجزائر، الأستاذ إلهام متمسكة بهذا الرأي وهم هذا هو الإثراء، لكن أعتقد هذه المسألة تتوقف على ما إذا كان الأمر يتعلق بالقانون الإداري في فرنسا أم في الجزائر، لأنه يتوقف على مكانة القضاء عندنا أو في فرنسا. في القضاء في فرنسا راه يجتهد ويقدم مصدر، ولكن ماذا يقدم القضاء عندنا باحترام له؟ حتى بالنسبة للمصادر، لو نرجع للمصادر ماذا يمثل القضاء عندنا بالنسبة لما يمثله؟ ولهذا أعتقد الإجابة اختلفت حسب طبيعته، وهذا ما أكده الأستاذ فنيدس.